أهلا وسهلا بك يا ثامر السدير المتحدث الرسمي في بوابة الدرعية، حياك الله في هذه التغطية المستمرة. سعداء اليوم، نشعر بالفخر والاعتزاز أننا نظهر بهذه الصورة الجميلة من الدرعية. مشروع كبير جدا وضخم يعني يجري العمل عليه حاليا في الدرعية، ودنا نتعرف على طبيعة هذا المشروع، إلى أين سيقدم الدرعية. أولا حياكم الله وشرفتونا، والدرعية هي موطن الجميع وموطن جميع السعوديين، دائما نحب أن نسميها أرض الملوك والأبطال. فاختيارنا لهذا اليوم أن نظهر من الدرعية، أعتقد أنه ما أجمل أن تتكلم عن التاريخ بحضرة التاريخ. فاليوم نجلس قدام قصر سلوى الشامخ من أمام حي الطريف، مثل ما قلتي تغريد المسجل طبعا حي الطريف في قائمة التراث العالمي لليونسكو. طبعا أعمالنا في هيئة تطوير بوابة الدرعية يعني تتعدد إلى عدة أهداف رئيسية للهيئة، هي طبعا أن نحافظ، أن نطور، وأن نكون جارا حسنا لمجتمع الدرعية بشكل خاص ولمجتمع المملكة ومجتمع الرياض بشكل عام. مشروع بوابة الدرعية أو مشاريعنا في هيئة تطوير بوابة الدرعية تنقسم إلى عدة أقسام، أكثر من مشروع ضمن نطاق الإشرافي للهيئة. أهمها يمكن هو مشروع بوابة الدرعية اللي يمكن اليوم حنا نعتبر جزء منه. مشروع يمتد على مساحة عدة كيلومترات، تقريبا قرابة 7 كيلومتر مربع، يشمل حي البجيري اللي يتم تطويره الآن مثل ما نشوف، وحي الطريف، وأيضا عدة أحياء أخرى ومناطق أخرى حتضاف وتبنى أيضا، وهذه أهميتها أنها تبنى بالطابع النجدي الأصيل مع الحفاظ والحرص الشديد على أن يكون المشروع مشروع بوابة الدرعية يعني يوفر عنصر الاستدامة وأيضا يعكس الثقافة والتاريخ والهوية السعودية. مشروع ليس فقط مشروع فني أو مشروع سياحي، هو مشروع مستمد من تاريخ هذه الأرض. الدرعية كونسبت، مفهوم وليست منطقة، فهي مفهوم لكل السعوديين، هي نقطة الوحدة ونقطة انطلاقة الدولة السعودية الأولى اللي احنا امتدادها. فحق علينا حنا كبوابة الدرعية أيضا أن نحافظ، وهذا أهم أهدافنا اللي ذكرتها قبل شوي، على هذا النسيج الجميل اللي موجود في الدرعية، وأيضا ينعكس ضمن نطاق مشاريع بوابة الدرعية اللي هي تعتبر مشروع مستدام ومشروع حضاري ومتعدد الاستخدام، ويمكن هذا الأول من نوعه يمكن يكون في المملكة. احنا نسعى إن شاء الله بإذن الله خلال مشاريعنا أن نكون مثل ما عرف عن الدرعية دوما أنها جوهرة المملكة العربية السعودية، أن إن شاء الله ندعو الجميع بإذن الله في يوم من الأيام ونقول لهم حياكم الله في الدرعية، هنا بدينا وهنا حنستمر بإذن الله، فإحنا ماضي وحاضر ومستقبل. بإذن الله. طيب أستاذ ثامر، يعني أنا أمس مع الزملاء أخذتونا في جولة حول الأماكن في قصر سلوى وكل شيء، وهي من جد متحف في الهواء الطلق رائع. نعم. عجبني قديش وظفتوا التقنية في العرض، قديش من جد يعني ما شاء الله. وغير كذا كمان نبغى نتكلم عن السعوديين والسعوديات الموجودات والموجودين في كل أنحاء الدرعية اللي قاعدين يساعدوا السياح، واللي ما شاء الله متمكنين بمعلوماتهم الثقافية وأيضا باللغات المختلفة. فحدثنا شوي عن تأهيل هؤلاء السعوديين اللي احنا شفناهم وانبهرنا صراحة بالكفاءات الموجودة عندكم. الله يطول عمرك. طبعا هذه شهادة يعني أعتز فيها كونك يعني ذكرتي هذا الشيء على أخواني وأخواتي اللي حنا نسميهم أدوات 2030، شباب وشابات سعوديين عندهم كفاءات مرات يعني أنا يعني أتعجب من بعض اللغات اللي يتكلمونها، 3-4 لغات، ويأخذون الزائر برحلة عبر التاريخ خلنا نسميها، ولكن في الحاضر. طبعا إحنا في بوابة الدرعية يعني نسعى دائما أنه نطور من الكفاءات السعودية، نطوع التقنية خلنا نسميها، وليست استخدام فقط، ولكن أيضا إيجاد فرص أكبر للتطوير، بحيث تكون التقنية ليست دخيلة على المكان، تكون هي جزء متناغم ومتناسق مع هالجولة الجميلة اللي تؤخذ في حي الطريف. وأيضا هذا اللي حيستمد يعني حيستمد في مشروع بوابة الدرعية بإذن الله، وأيضا مشاريع بوابة الدرعية الأخرى. إحنا عندنا في الهيئة الحمد لله يعني إحنا بدأنا يمكن من 2017 كتأسيس لهيئة تطوير بوابة الدرعية. من هذاك اليوم إلى اليوم يعني أنا دخلت الهيئة في 2018 كان رقمي يمكن رقم 50 موظف، رقم 50. اليوم ما شاء الله حنا تعدينا 800-900 موظف ما شاء الله، شباب وشابات سعوديين، مهندسين مهندسات في كل المجالات، شيء مدعاة للفخر. يعني أنك تروح كل يوم للدوام وتشوف إضافة جديدة تدخل للمشروع، وأيضا ليست فقط الموظفين اللي موجودين، في موظفين ميدانيين، في المرشدين السياحيين اللي جزء منهم الآن أهلناهم ودربناهم وحيكونون إن شاء الله في معرض الأكسبو لدعم الزملاء هناك لأخذ الزائر بجولة ضمن الجناح السعودي. عندنا أيضا النقطة الثالثة من عملية التوطين والتوظيف في هيئة تطوير الدرعية، أن نركز على مجتمع الدرعية.
نقدم لهم برامج تدريبية نخلطهم ضمن بيئة هيئة تطوير وبوابة الدرعية، وهذا يقودونه طبعا زملائي في قسم الشراكات المجتمعية، أنهم يخلقون جو متكامل لهم بحيث أنه يتدرب ويعرف ليس فقط أكاديميا ولكن عمليا، ويفهم بالضبط. إحنا هذا الهدف عندنا، أول شيء أنك تفهم الدرعية، تفهم هذه النظرية، هذا المفهوم، منها حتبذل أكثر وحتتحمس أكثر، وهذا حيدعوك إن شاء الله أنك تقدم المزيد. بدأت بسكان الدرعية شباب وبنات؟ مو بداية، هي عملية متكاملة خلنا نسميها، استقطاب أفضل الكفاءات الموجودة في المملكة. وأيضا في هذه الرحلة كان فيها تطعيم بالعناصر اللي موجودة المحلية اللي في مجتمع الدرعية لدعمهم وتطويرهم، وأيضا إدخالهم في العملية التطويرية لهيئة التطوير والدرعية. جميل. أنا سؤالي برضو من أكثر الأماكن الجميلة في الرياض حقيقة سابقا هو حي البجيري. نعم، حي البجيري حي رائع جدا في السابق. صحيح. أنتم الآن أقفلتوا الحي في مشروع كبير وضخم للحي، فأنا ما أنا متخيل شلون راح يكون حي البجيري أفضل مما كان عليه. يعني أعتقد أنه أنت بتعطينا تصور عام عن شلون راح يكون البجيري. طبعا يعني اللي زار البجيري سابقا بيلقى أنه كان فيه شوية مودرن مع 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 الطابع النجدي متداخل فيما بينهم. اليوم إحنا جت دراسات، وكان عندنا قسم الأبحاث والدراسات التاريخية في الهيئة، وقسم التراث والثقافة، وعندنا قسم التطوير والتصميم، استوحوا هذا التصميم الجديد اللي احنا نعمل عليه الآن، ليس جديد وليس مستحدث، ولكن استلهم من حي الطريف التاريخي. انه نشوف طريقة العمارة النجدية القديمة كيف انه نعملها، درست بشكل دقيق من قبل زملائي في هيئة التطوير والدرعية، وايضا استقطبنا افضل الكفاءات سواء في المملكة او من خارج المملكة، مثل توجه رؤية المملكة 2030 ان نبحث عن افضل العناصر محليا، ان لم نستطع نبعد أكثر ونبعد أكثر إلى أن نستقطب الأفضل في العالم وأفضل الممارسات الإعلامية اليوم في الجانب المالي، في الجانب الثقافي، في الجانب. فهذه العملية المتكاملة ليست بشريا فقط ومؤسستيا وعمليا، إحنا نتكلم عن حتى حي البجيري اللي هو كان جزء من رحلة في الدرعية تأخذك من أمام حي الطريف، طبعا هو مطل ويفصل بينهم وادي حنيفة. فحنا قلنا نوجد تصور وتصميم هندسي واضح للبجيري، ليس فقط للبجيري ويكون كأنه عنصر مستقل عن المشروع، ولكن هي تصميم لمنطقة متكاملة متناغمة متجانسة، بحيث أنك تأخذك برحلة متكاملة ضمن نفس الإطار ونفس الروح ونفس الجو. ليس المشروع يعني مدينة ملاهي، أو أنه هو مشروع ثقافي فني تراثي، فيه جانب ترفيهي، فيه عديد من الأكاديميات، فيه متاحف، فيه مطاعم، يعني تجربة متكاملة وجوهرتها زيارة حي الطريف. يعني اليوم أنت تزور إذا بعد انتهاء مشروع بوابة الدرعية، تزور بوابة الدرعية وتقول بدخل حي الطريف، أنا بجي حي الطريف وبعدين بطلع استمتع بالأوفرز وبالخدمات اللي يقدمها مشروع بوابة الدرعية. جميل. ثامر، خليني أسألك، دائما الناس تتساءل عن المراحل الزمنية، لو نتكلم عن هذه المراحل الزمنية ومتى نتوقع انتهاء المشروع بالكامل وبالتالي استقبال الدرعية لآلاف الزوار والسياح طوال العام؟ طبعا احنا ما نسميها مراحل، احنا نسميها يعني زي ما تقول إضافات للمشروع. يعني نبدأ اليوم احنا في حي البجيري اللي ان شاء الله متوقع مثل ما صرح الرئيس التنفيذي اليوم، يمكن انه خلال الربع الاول من 2022 حيفتح حي البجيري، حيكون فيه اوفرنج عالية جدا، عروض وخدمات، وتكون مخصصة للجانب المطاعم والمشروبات، اشياء عالمية لاول مرة تفتح يمكن في المملكة وفي الشرق الاوسط، بعضها لاول مرة يخرج خارج بلده، يعني بالاضافة الى المطاعم المحلية اللي حتكون فيه. فانت تتكلم عن مراحل تدخل للمشروع، طالما المشروع مستمر ما تقدر أنك تغلق كامل المشروع وتفتح مرة واحدة وتقول للناس يلا تعالوا، فهي أوفرينج يقدم تدريجيا وتدخل عناصر أكثر وأكثر في المشروع. يعني الآن أستاذ ثامر لو تحدثنا شوي عن المشاريع كلها وعن الدرعية بشكل عام بالأرقام، في بعض الأشخاص ما عمرهم زاروا الدرعية. صحيح. سواء من خارج المملكة أو حتى في ناس داخل المملكة، وأنا أدعوكم مشاهدينا من جد لأني أنا انبهرت. مدهولة تغريد. أنا انبهرت، يعني ما تتصور قديش أستاذ ثامر عجبت بكل التفاصيل الموجودة، وقديش أنتوا زي ما ذكرت في بداية حوارنا تأخذونا في رحلة عبر التاريخ، فالموضوع مش بس إنه نحن قاعدين نتلقى معلومات، ولكن قاعدين نستمتع بعرض حيوي في توظيف للتقنية بشكل مذهل.